السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات، في الدرس الأول من دروس مادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة وهو مفهوم البيئة. أولا يتحدث الدرس الأول عن نشاط استهلالي عن يوم البيئة العالمي. يوم البيئة العالمي كان في 5 يونيو في كل عام، الهدف منه تعزيز الوعي البيئي على المستوى العالمي. أما يوم البيئة العربي يوم 14 أكتوبر، وأيضا الهدف منه تفعيل الوعي الجماهيري بالبيئة العربية. طيب، أكمل الأسئلة التالية. العام الذي أعلنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا للبيئة، هتقول له 5 في عام 1972 العام. طيب اليوم، اليوم 5 يونيو من كل عام. أعلنت الأمم المتحدة اليوم العالمي للبيئة في مؤتمر حول البيئة الإنسانية بأي مدينة؟ مدينة استوكهولم دولة السويد. تم تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام في نفس العام الذي أعلن فيه اليوم العالمي، أيضا عام 1972. إحدى الوسائل الرئيسية التي تعزز بها الأمم المتحدة الوعي البيئي على النطاق العالمي هو يوم البيئة العالمي. أيضا شعار يوم البيئة العالمي 5 يونيو عام 2008 كان فلنكسر العادة نحو اقتصاد أقل اعتمادا على الكربون. تبنت جامعة الدول العربية المؤتمر الأول حول الاعتبارات البيئية في التنمية عام 1987. يوم البيئة العربي كان عام يوم البيئة العربي 14 أكتوبر أو 14/10 من كل عام. أيضا أعزائي الطلبة والطالبات، من أهم النقاط في درس مفهوم البيئة السؤال: أكمل العبارات التالية بما يناسبها. الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ويستمد منه عناصر ومقومات الحياة الأساسية، هنا بنتكلم عن مفهوم البيئة. طيب السؤال التالي هو: البيئة التي توجد فيها الحياة ويوجد فيها الإنسان، هنا نسميه البعد الأيكولوجي وهو أحد أبعاد البيئة الأساسية. السؤال التالي: البيئة التي توجد فيها المراكز الصناعية والمرتكزات المادية الأساسية، هنا نسميه أي بعد؟ البعد الاجتماعي والاقتصادي. السؤال التالي يقول: هو الذي يتمثل في الجوانب الإدارية والقانونية والترتيبات وغيرها، هنا نسميه البعد القيمي. إذن 3 أبعاد للبيئة الأساسية: بعد أيكولوجي وبعد اجتماعي واقتصادي وبعد قيمي. النقطة الرابعة هي المسؤولة عن ظهور المشكلات البيئية في الوقت الحالي، هي تكون أبعاد البيئة الأساسية. طيب النقطة التالية هي مجموعة العناصر الحية وغير الحية التي تتفاعل مع بعضها، هنا نسميه النظام الأيكولوجي وليس البعد الأيكولوجي، وفي فرق ما بين النظام الأيكولوجي والبعد الأيكولوجي. البعد الأيكولوجي البيئة التي توجد فيها الحياة ويوجد فيها الإنسان، أما النظام الأيكولوجي هو مجموعة العناصر الحية وغير الحية التي تتفاعل مع بعضها البعض. النقطة التالية: يطلق على النظام الأيكولوجي نظام إعالة الحياة، نظام إعالة الحياة. النقطة التالية: الإجراءات والأساليب التي تدير شؤون الإنسان من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، يقصد هنا بها البعد أيضا القيمي. يبقى هناك تعريفين للبعد القيمي. التعريف الأول
هو الذي يتمثل في الجوانب الإدارية والقانونية والترتيبات وغيرها. أيضا أول ما نشوف كلمة إجراءات وأساليب أيضا مقاربة للجوانب الإدارية والقانونية. طيب السؤال الثامن أو النقطة الثامنة، وحدة بيئية متوازنة ونظام دقيق متوازن هو سر استمرارية الحياة. أيضا ده تعريف آخر من تعريفات النظام الأيكولوجي. طيب أكمل المخطط السهمي التالي، أبعاد البيئة الأساسية كما أخذناها، البعد الأيكولوجي والبعد الاجتماعي والاقتصادي والبعد القيمي، وعرفنا الفرق ما بينهم. ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلبة والطالبات إلى عناصر النظام الأيكولوجي. يتكون النظام الأيكولوجي من 4 عناصر، هي عناصر حية منتجة، وعناصر حية مستهلكة، وعناصر حية محللة، وعناصر غير حية. طيب يقول لك هنا فرق بالأمثلة بين عناصر النظام الأيكولوجي، اللي هي مجموعة العناصر الحية المنتجة ومجموعة العناصر الحية المستهلكة والعناصر الحية المحللة ومجموعة العناصر الغير حية. أول شيء مجموعة العناصر الحية المنتجة تتمثل في النباتات، أما المستهلكة تتمثل في الحيوانات، أما المحللة مثل البكتيريا والفطريات، أما مجموعة العناصر الغير حية كثيرة مثل الماء والهواء وأشعة الشمس والتربة والمعادن والصخور وكثير.